طيب شلونك؟ والله انا دائما اتابع برنامج وتابعنا الحلو والله. شلونك يوم؟ شلون شرفنا رمضان مبارك علينا وعليك ان شاء الله. شلون يحفظك؟ انت من وين؟ انا والله من الدوره ان شاء الله، من بغداد بعد. ياك الله. اي والله بس لهجتك مو مال والله يوم بغداد، بس تعبانه وراسي مدولب علي اليوم. هي لهجتك مو مال والله يوم بغداد. من الجنوب؟ لا والله يوم بغداد. مو حكاياتنا، هي حكايات اهلنا بالجنوب. لا والله يما بغداد اقلك بالدوره قاعده بعد عيني. والله اي والله يما. الله يحفظك. الله يسلمك. انت شلونك؟ زين انا الحمد لله. والله شنو اخبارك؟ انا دائما اتابعك والله ومتابعه برنامج حلو والله. شنو رايك؟ اني اقدم احسن لو حمزه يخرج احسن. لا والله انت بعد عيني. والله حمزه ما يخرج. اي والله. شوفوا اقول لك شوف. اني لو حمزه. لا انا افتح انشائي. لا والله يما انت الكل بالكل بعد عيني. خير راح ازعل. لا والله يما خلنا نروح وياكم انا. زين شو رايك؟ شنو رايك يما انطي هديه وارجع اسولف وياك؟ والله يما ان شاء الله. لا تروحي. لا يما باقي. زين هسه للانصاف الهدية تروح للحج. انا بخدمة الحج. انت شاركت وياي. شفتي انقلبت وياي. انا والهدية للحجي. ماك فرق انا. يعني انا يعني حاولت اغششك بكل الطرق. ما رايح وانت رايح عشيني على كربلاء على الكاظم. يا عمال هي هذا سؤال هذا نصيب. خادم الله. هذا غلط. سمعونا صفقة له. حجي راح يعطيني اياها ترى حجي. هذه هدية. مقدمة لك من أوسكار لتجارة الأخشاب وأكسسوارات المطابخ. هدية لحضرتك عنوانهم بشارع فلسطين مقابل وزارة الداخلية. الهدية موجودة بكارت مكتوبة التفاصيل، تروح لهم تستلم هدية. شكرا لك. كل عام وانتم بألف خير، والشعب العراقي بألف خير، وعلى أمة محمد. شكرا لكم. سلمنا عليها. عيني مع السلامة. هاي ما شلون والله. شوف انا راح اسايرك بس يخلص اللقاء ترجع لي صوتك الحقيقي. اي والله يما ما يخالف. ماشي ما يخالف. اوكي شلون الصيام وياك؟ والله زين الحمد لله. شنو سويتي فطور اول؟ والله اليوم سويت شوربه وقال هذا الله قاسم الحمد لله. الف عافيه. اكلكم طيب لو مالح ما ينوك؟ لا والله يما طيب. شلون لا؟ احنا ما ينوك. لا والله يما اليوم الحج تعبني. اي والله بعد كنين كن عينك ما يطب. ما يما نايمات للظهر وانا اقوم انا والله. انت تطبخين يما؟ اي والله يما. ماكو كنا بها خير سوي. والله يما ياكل الندوم اليوم تسحرا. بعد عين سحرا ندوم. اي والله خير من الله. طيب والله هو يما نعمه من الله الحمد لله. اي هسه شنو بعد انتم من عندكم ينظف؟ والله يما عندي كنا في عاد هاي تنظف ماني عليك. ها يما موت عليها. اي والله شنو تحكي؟ والله يما هي كلمه حلوه. آه ان شاء الله يا ربي يجيها ان شاء الله ولد صالح يما. ان شاء الله بالسلامه. والله بعد شنو تقدر تخلي؟ والله يما كل شيء وكلاشي. سمعني شو تريدين؟ كيف ما بي حيل هسه ما عاد اسولف. شنو ما بيج حيل؟ شنو انت فاطره وجايه العد؟ انا صار لي ساعه اسولف. ريقي نشفاني جايه من الفطور ركض للكراده واصور وتعبانه وكادر وانت ما بيج حيل. يعني شو تريدين تريدين اغني؟ اي شيء شعر لعلوه. تريدين شعر يما؟ لا يما ما اريد شعر. انا اقرا شعر احلى منك. لا والله يما. والله يما نفسي. شوف اني لو يما ملعبي كل من على ملعب. حسن رجع الصوت الحقيقي. اي وسمعني يما. اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. سمعونا صفقه صفقه. طبعا اخوه الشاعر محمد علينا وعليك ان شاء الله. ربي يحفظك. نورتني الالتفاته الجميله اليوم صارت. ربي ان شاء الله يحفظك. انت دائما انا اتابعك يعني انت انسانه مقدمه رائعه والله العظيم. واحب اقول لك يقول حبيبي شطال هجرك مر علينا وحتى العسل بعدك مر علينا. اذا بعدك تحبنا مر علينا ترد الروح من نسولف سويه. شوفك بخير. الله يعطيك صحه وعافيه. ربي يسلمك. كلش حلو صوتك. قنعتني ان انت امي. الله يخليك. قنعتني ان انت حجيه. بس هاي اللهجه مو مالها البغداد. انا من بغداد طبعا. انت من بغداد اللهجه كنت تسولف بها للجنوب. انا الجنوب طبعا صح. علمني بيهم ان شاء الله. انا للجنوب اموت. انت اخت عزيزه ان شاء الله. وتقديري لك واحترامي لك طبعا دائما يعني اسلوبك طيب ضحكك حلوه وتابع دائما شعرك حلو. وراح اقول لك ولا بيك ولا بيك حبيبي شلون ما احبك. ولا بيك امك امك ما تحل مثلي. ولا ابوك عساها بيا لو عاتك. ست فاطمه عساها بيا لو عاتك. ولا بيك اداوي كلنا من دار بيا. ربي يحفظك. سمعونا صفقه له كلش انت والحجي. الله يخليك. رب هسه ماكو يعني مش الله ورمضانك مبارك. الله يحفظك.